محروبات سبب موت وتشرد عائلات، سبب في برشا وجع ومرض، لكن المحروبات كان زادة فجوة الضوء. ضوء كبير يشع من بعيد جايب معاه أول حركة إنسانية تطوعية في التاريخ. الحركة هذه خلت المحروبات تكون منظمة بقوانين، قوانين تضمن حقوق الإنسان وتحفظ كرامة. منظمة الهلال الأحمر التونسي موجودة منذ الاستقلال، فروحها من منظرة البرج الخضر، متطوعيها حاضرين في كل مكان وكل زمان. الهلال عنده مبادئ من نجمش ينحاز عليها: الإنسانية، عدم التحية، الحياة، الخدمة التطوعية، الاستقلالية، الوحدة والعالمية. وعنده زادة مجالات ذات أهمية ينشط فيها: نشر قيم ومبادئ الحركة، الإسعافات الأولية، نعلم العباد حركات بسيطة نجم تكون كافية لإنقاذ الأرواح، الصحة، الشباب نغرم فيه الناشئة بالعمل التطوعي، مجال إدارة الكوارث نحاول النقص فيه من آثارها وإعادة سبل العيش، المجال الاجتماعي ونقدم فيه يد العون أصحاب الحق. نحن متطوعي الهلال الأحمر ديما البسمة في وجوهنا، موجودين من غير تمييز، من غير مقابل، من غير مزية. نحن اللي لقبنا بجنود الإنسانية، وكان هذا أحلى تكريم لنا. الهلال هو أكبر إنجاز.